صرح مسؤول في لجنة الطيران الروسية الحكومية لوكالة نوفوسيتي بأن الطائرة التي سقطت في سيناء انشطرت في الجو وتفرق حطامها على مساحة كبيرة، مضيفا أنه من المبكر التحدث عن نتائج التحقيق. هذا ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عدم الخوض في أسباب سقوط الطائرة الروسية وانتظار نتائج التحقيقات في الكارثة والتي أودت أمس بحياة 224 شخصا. ويبدأ المحققون المصريون والروس في فحص محتويات الصندوقين الأسودين للطائرة. غموض وشكوك كثيرة لا تزال تكتنف ملابسات سقوط الطائرة الروسية في سيناء، ومع إعلان المسؤولين المصريين والروس بدء فحص الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة خلال ساعات، أعلنت فرق البحث والإنقاذ أنها تمكنت من انتشال 163 جثة بعد توسيع نطاق عمليات البحث إلى 15 كيلومترا. كانت طائرة الإيرباص A321 الروسية قد أقلعت من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر متجهة إلى سان بطرسبورغ عندما سقطت وسط سيناء أمس، مما أدى إلى مصرع ركابها وعددهم 224 بينهم 27 طفلا بالإضافة إلى طاقم الطائرة. في سان بطرسبورغ ثاني أكبر المدن الروسية، تجمع في مطار المدينة أقارب وأصدقاء الضحايا في حالة من الذهول والصدمة بعد خبر تحطم الطائرة. وقد أعلن الحداد في روسيا اليوم فيما قال مسؤول من وزارة الطوارئ الروسية إنه من الممكن أن تقلع أول طائرة تنقل رفات الضحايا من القاهرة الليلة.